السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج أجر العاملين. كما عودناكم البرنامج يتناول نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وموسمنا لهذا العام 1442 للهجرة. ضيف حلقتنا هذا اليوم هو مدير عام مستشفى الكفيل التخصصي إحدى أهم مؤسسات العتبة العباسية المقدسة ونشاطاتها. أولا راح نتعرف على جناب الدكتور جاسم الإبراهيمي مدير عام المستشفى، فأهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم. دكتور، إحنا بدنا نعرف المشاهدين، طبعا المستشفى مثار جدل في وسائل الإعلام ودائما تجاذبات وتنافرات والقضية يعني مختلف الرأي بها. إحنا اليوم نريد نفصل الرأي. يا حبذا قبل أن ندخل موسم الأربعين نتكلم عن مستشفى الكفيل. بما هي مستشفى الكفيل كمستشفى تخصصي ونال شهرة كبيرة عند الناس، وحقيقة لو ما هو حقق شهرة ما هاي صارت تجاذبات، فيا ريت تعطونا فد نبدأ عن المستشفى، أقسامها، خدماتها، شنو ميزتها عن غيرها، هل هي هناك ميزة لها، هل لها يعني شهرة عالمية أو على مستوى الشرق الأوسط لو شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء تابع العتبة العباسية المقدسة يتميز بكونه واضح الرؤى، وهو مشروع وطني بامتياز، ورؤيته مستمدة طبعا من رؤى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، ونحن بالحقيقة يعني جهة تنفيذية لذلك، معتقدون بها وجهة تنفيذية لذلك. ومن أهم ما نسعى إليه هو مشاركة الدولة بأن يكون هذا المستشفى هو مستشفى وطني بامتياز وغير تابع إلى طائفة معينة مثلا، أو بل هو لكل العراقيين. نعم. هذا نقطة رقم واحد. النقطة الثانية، يشارك الدولة في همومها في قضايا التوظيف، ويصنع هذا المستشفى من نفسه نموذج راقي للمستشفيات التي ترغب وزارة الصحة العراقية في أن تكون مستشفيات الدولة كهذا المستشفى. إذن بماذا يتميز المستشفى ليكون كذلك؟ أيضا يتميز بكونه يحترم العقلية العراقية ويستقطب الكفاءات العراقية. هذا ليس معناه بأننا لا نرغب في جلب الخبرات الأجنبية لأغراض التدريب ولأغراض الاستشفاء، اللي بالمجمل لابد أن نعترف بأن المجتمع العراقي هذا مطلبه. المجتمع العراقي مطلبه أيضا أنه يرى في العراق ملاكات أجنبية، بدليل أنه كثير من العراقيين يذهبون إلى الخارج لأغراض الاستشفاء والاستطباب، وفي بعض الأحيان شبيه الطبيب موجود هنا. أحسنت. فإحنا عندنا ملاكات أجنبية ومجازة بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية. طبعا هذا الجانب اللي خدمتكم بجانب مهم في تعريف مستشفى الكفيل. نعم، هذا أساسي، هوية المستشفى. أما إذا نأتي إلى خصائصها مثل ما يقولون الفيزيائية فمهمة جدا، لأن البنى التحتية للمستشفى بنى راقية بامتياز على شكل أبنية وعلى شكل مخطط معماري، وأيضا الأجهزة التي دخلت إلى مستشفى الكفيل هي من أرقى المناشئ العالمية اللي يسموها بالبراندات. نعم. البراند. ماركات عالمية. ماركات عالمية، وهي أيضا متوفرة على جانب عالي التخصص، باعتبارها هي مستشفى عالي التخصص، أيضا توفر الخدمات التي هي مثلا تشترك بها مع مستشفيات أخرى. فالمستشفى مستشفى الكفيل ضمن هذا التعريف هو مستشفى عام، ويوفر الخدمات الجراحية والخدمات الباطنية بكل أقسامها، ويسعى إلى استحداث أيضا الأقسام التي هي احنا نسميها بالأبديتد، الجديدة التي تخرج في العالم اللي هي جديدة. فمثلا مراكز القلب المفتوح، جراحة القلب،
والجملة العصبية والنواظير ومركز الديلزة، وأيضا الخدمات الباطنية أيضا موجودة. تتوفر مستشفى الكفيل على أرقى ردهات الدخول والمبيت، بحيث تكون منفردة مع كادر تمريضي بعدد جيد وبتعامل ممتاز. وأيضا فيها صالات عمليات من حيث العدد تتميز، 12 صالة عملية. كم سرير المستشفى؟ الغرف للدخول 110. نعم. لكن العنايات مع التحضير إلى العمليات يصل العدد إلى 200 سرير. 200 سرير. فهي بالإمكان أن تستقبل 200 مريض. ف200 مريض. صالات العمليات كم صالة؟ 12 صالة تتميز بها مستشفى الكفيل. هاي ميزة على حد علمي أنه لازم أربع صالات. أحسنت. ف12 في الطابق الثالث، هي مكونة من 5 طوابق، الطابق الثالث 6 صالات، وبالطابق الثاني 6 صالات، ومجهزة بأرقى الأجهزة، وطريقة بنائها راقية جدا، والسعة أيضا المكانية ممتازة ورائعة. أنا نفسي عندما تشرفت بالإدارة ودخلت إلى صالات العمليات يعني تعجبت، وحقيقة لا أخفيك يعني سأعبر عما في قلبي بصدق، يعني أصابني بعض الحزن. لماذا هناك جهات عراقية تتكلم على مستشفى الكفيل بالسوء مع وجود هذه الجودة الرائعة؟ فعرفت أنها هاي قضية مندسة لها بعد أخرى. هذا الموضوع يراد تفاصيل أخرى، لكن خلنا نرجع لها بعزة المشاهدين. نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونعود لتكملة هذا الحوار. شكرا لكم. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في لقائنا هذا اليوم، والدكتور جاسم الإبراهيمي مدير العام مستشفى كفيل التخصص. عندنا تساؤلات لجناب الدكتور جاسم الإبراهيمي حول المستشفى. مستشفى بهذا الشكل وبهذه المواصفات اللي تكلمتوا عليها بالقسم الأول من البرنامج، وحضرتك ختمت الجزء بقلت انه لماذا هذا الكلام على مستشفى كبير؟ يعني احنا هم راح نسأل ليش الناس تشتكي الاسعار، والناس تشتكي على يعني ليش هاي الاسعار اللي تصير موجودة هالشكل، ليش مستشفى الكفيل تفرض هاي الاسعار، ما حقيقة هاي الامور؟ بلي، يعني مستشفى الكفيل اول نقطة هو اقيم باموال دولة، أموال من الوقف الشيعي، يعني مو تبرعات. لا أبدا أبدا، واهم من يعتقد ذلك، واللي يحب أنه يقف على الحقيقة. عندكم وثائقنا ومستنداتنا كلها محفوظة وموجودة. فالحقيقة يعني المستشفى بهذه الضخامة، مبالغ الإنشاء كانت أيضا ضخمة، لكن بعنوان آخر أنه هو مستشفى غير مدعوم من الدولة بقضية الرواتب والتجهيزات المستقبلية، فهو قائم بذاته. يعني انتم تطويراتكم شغلكم رواتبكم عليكم؟ علينا بلي عليكم. ولهذه نقطة حساسة يجب أن تفهم على أنه المستشفى أقيم بأموال الدولة العراقية، لكن بعد إنشاء لا هو عائد إلى نفسه، عائد إلى الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة. فكان فهو الدولة تقول لك أنا أنطيت المبلغ بس مو شغلي، لا الإدارة ولا التزويد بالرواتب وغيره. فأمثلة لهذا الموضوع موجودة على الدولة العراقية، مثال ذلك مستشفى زين العابدين تابع للأمانة العامة العتبة العباسية الحسينية المقدسة، وأكو مستشفى تابع إلى وزارة النفط، وأكو آخر تابع إلى وزارة الدفاع. أها. وأيضا بفلوس. فهذه عندما تنشأ بأموال الدولة العراقية، لكن بعد إنشائها ترجع إلى الجهة المستفيدة وهي تديرها. وهي تديرها، يعني مو مجانية. أحسنتم. فلابد من استيفاء أجور مناسبة
حتى تشغلها تستمر بالعمل وإلا زين. تقف. فهي من جانب مستشفى استثماري لكن في عملية الإنشاء هو أقيم من أموال الدولة. نعم. لكن مو معناته عملية استثمارية هو خارج إطار الرحمة وخارج إطار الإعانات وخارج إطار ما بين قوسين الخيرية. لا طبعا أنا أتحدى الآن الكل، كل من يسمعني أتحداه بأن تكون أسعار مستشفى الكفيل أغلى من السوق المحلية أو أغلى من الخارج. قصدكم مستشفيات الخاصة أو مستشفيات المستشفيات الخاصة وأيضا العيادات أو المراكز الطبية الأهلية أتحدى. إما أن تكون الأسعار مشابهة وإما أن تكون أقل، وأنا مسؤول على كلامي. هذا معلومة حقيقة تحتاج يعني تأمل كثير. زين الأسعار، الأسعار العمليات يعني تفرضها المستشفى على يعني المواطن يسأل يقول هنا العمليات من يفرض السعر؟ من يحدده؟ طبعا المستشفى أم الطبيب؟ أول نقطة أنه هم تحتاج إلى هدوء في الإجابة حتى تكون العبارات واضحة للمشاهد. زين. النقطة الأولى أنه الذي يفرض السعر هو الطبيب. تمام. هذا نقطة رأس سطر الآن. والطبيب ليس موظف المستشفى أم موظف؟ لا لا ليس موظف ليس المستشفى موظف. هو يعمل في الدولة أو متقاعد. زين. ويشتغل أثناء إجازته أو أثناء فراغه في المستشفى. زين. فأعيد العبارة، الطبيب هو الذي يحدد سعر العملية، لكن يحدد بكيفه لا. أكو جو عام، أكو اتفاق بينه وبين المستشفى على أن تكون الأسعار مقبولة. طيب إذا يحدد سعر العملية، نعم، شلون تتعامل ويا المستشفى؟ تتعامل ويا بالنسب، حتى لما يصعد المستشفى هم تصعد وياه في حد معين. نعم. وإحنا ما نقبل يصعد أعلى من المقبول والمتعارف، لأن هذا يأثر على سمعته ويأثر على سمعتنا. صح. وأيضا لا ينزل، إحنا من ينزل هم ننزل وياه، مو هو بس كريم، إحنا هم كرماء وياه، لما يكرم إحنا هم نكرم، فلما ينزل بسعره إحنا هم ننزل، رحصتنا تنزل، فبالنتيجة لازم ينزل إلى رقم حتى لا تتأذى المستشفى لأن وراها سلف تشغيلية، وهذا طبعا راح أوضحها شنو سلف تشغيلية. فأكو محددات للأسعار. شقد يأخذ الطبيب نسبة معدل؟ أحسنتم، هذا مهم جدا. يأخذ 60% من العمل، يعني مش بقى بالفلوس. أحسنتم، يعني إذا العملية كتب مليون هو 600 إلى 400 المستشفى؟ لا ليست المستشفى. عجيب. لأنه عنده مساعد جراح، عنده مخدر، عنده مساعد مخدر. زين، ذولا كلهم من ضمن الأربعين، فبالتالي يصفى 28% من يعني هذا المبلغ. 72% مو للمستشفى و 28% للمستشفى. 28% للمستشفى و 28 للمستشفى لمن؟ لمن؟ كل رواتب العاملين على هاي، كل التجهيزات على هذه، المواد التي تصرف داخل العملية قسم من عندها على هذه، أي خلل يصير على هذه، الكهرباء على هذه، الماء على هذه، أي عمليات تطويرية داخل المستشفى على هذه، مواد التعفير بالعمليات على هذه. تكفي؟ شو أشوف الصراحة غير يعني. الصراحة لا ما تكفي، في لأن ما معقولة كلفة مبلغ قليل حقيقة 28% يعني شنو؟ ما معقولة كلفة المواد الطبية اللي موجودة كأجهزة ومعدات طبية اللي موجودة الآن في المستشفى ما بين 60 إلى 70 مليار. ها؟ اطلع اجهزه طبيه، مفراس ورنين وقامه كاميرا واشعات وكذا، ما معقوله تطلع من 280 الف من كل عمليه قيمتها مليون، هذه ما تطلع، هي بس الرواتب 650 مليون. عجيب. شهريا عجيب. والكهرباء علينا يعني على الحكي، ايش قد الصرفيات عليكم؟ ايش قد تحتاجون شهريا يعني؟ تقدر يسموها الكلفة التشغيلية. بلي، يعني هذا المصطلح قد ما مفهوم لبعض الأخوة. يعني شنو الكلفة التشغيلية؟ يعني الكلفة يعني الفلوس. أي. التشغيلية يعني اللي شغلنا. خو. فصارت الفلوس اللي تشغل المستشفى. زين. فعليش نحتاج؟ نحتاج عندنا موظفين، نحتاج نعطيهم رواتب. زين. تقريبا 600 موظف. فهذول مو من الدولة لازم أنتوا تدفعوا. لا طبعا. خو. إحنا اتفقنا الدولة ما تعطي. زين. بل بالعكس تأخذ. وهسه اقول لك المشاهدين يسمعوا هذا الكلام، ترى الكلام مهم، هذا جديد، انا اشوف عند بعض الناس جبتها على الدوله. انا طبعا هالكلام الدوله دولتنا يعني محترمه الدوله، فانا شو اقول الدوله تاخذ مو تطي، تاخذ الان الدوله تاخذ كهرباء من عندنا، كهرباء. فأنا لو مسبوق بهذا السؤال كان جبت لك وصل مال كهرباء الاخير اللي هو 86 مليون،
اذا مو مشتبه 96 مليون شهر ال... بس راح اقول 86 الشهر راح 86 شهر اب 86 مليون يجي نكتب انا اكتب عليه الماليه التدقيق يصرف 86 مليون 86 مليون وصل الشهر الماضي يعني ورقة كهرباء مستشفى الكفيل 86 مليون الشهر الماضي عود بالشتاء توصل 50 أو 40 بعض الأحيان هاي مبالغ ضخمة يعني الماء 30 مليون الغاز اللي يشغل المولدات لما تنطفي الكهرباء هذا كله علينا عندكم معامل أعتقد أكسجين وذني معامل الأكسجين كل المواد اللي يشغل المستشفى كمعقمات مطهرات زين منظفات زين إضافة إلى قلنا الرواتب فكل هذا اللي شغل المستشفى الصيانة والصيانة صيانة على قدم وساق انكسر الجامع انعطبة كاشية جهاز صبغ جهاز يعطل طبعا الأجهزة يعني أنت يعني قضية الأجهزة الطبية فظيعة يعني شيء بسيط إيه هالقد 100,000 دولار زين مشكلة هاي وهذا وين فلوسه فلوسه بالمئتين 28% اللي ايش قد يعني كلفه تشغيليه صار رقم صار معناته كبير ايش قد يعني تقريبا بالسنه لو بالشهر نحسبها لا بالشهر. شهريا لا شهريا الكلفه التشغيليه الشهريه ما بين 1.1 مليار إلى 1.2 مليار شهريا عجيب فلو تجي راس وراس لو شويه ربح وتصرفونه ماكو ربح لو نحتاج فتجينا معونه عجيب دكتور جاسم إبراهيم إحنا راح نروح فاصل إحنا الظاهر الحديث ذو شجون نحتاج نسولف بالفاصل الثاني على مساعداتكم وعلى موسم 40 إن شاء الله أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونعود لتكملة هذا الحوار شكرا لكم أيتها الزائرة المؤمنة كيف تستحضرين السيدة زينب عليها السلام معك في زيارة 40؟ وأنت تؤدين مراسم الزيارة بأدب عال فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أدبها وأنت تسيرين ولا تكذبين بالحديث فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في صدقها وأنت تسيرين وتغضين بصرك فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أخلاقها وأنت تسيرين بملابس متواضعة وغير متبرجة فأنت قد استحضرت السيدة زينب في زهدها فبادري من الآن واستحضر السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في لقائنا هذا اليوم والدكتور جاسم إبراهيمي مدير العام مستشفى الكفيل التخصصي حقيقة تساؤلات كثيرة من الناس ما هي مساعدات مستشفى الكفيل للناس هل تساعد الفقراء هل هناك مساعدات فعلا أم كما يقول الناس لا توجد أي مساعدات لا طبعا المساعدات تكون على شكلين الشكل الأول بالنسبة إلى الشكل الثاني هامشي زين أما الشكل الثاني لا هو الكبير وهو العظيم مثل ما يقولون الشكل الأول هو المساعدات التي تبديها المستشفى وتتحملها المستشفى من ماليتها من الواردات من وارداتها اللي قلناها إن بقي واردات بعد الصرف يعني بي. هذه طبعا إحنا هذه أموال إمام فإحنا ما نتصرف بها بعد ما نأخذ الضوء الأخضر من إدارة الإدارة الشرعية الشرعية هذه هامشية مثلا أطباء بلا أجور مشروع أطباء بلا أجور تطلع فرق عندنا إلى القرى والأرياف والناس المحتاجة وتعالج الناس مجانا نعم مثلا بعض الحوادث المؤلمة اللي تصير في مجتمعنا واللي يجي أمر بها من المتولي الشرعي أو عموما من الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة اللي تتحملها المستشفى مثال ذلك تفجيرات معينة حوادث على سبيل المثال مثلا حادث سوريا الأخير مثلا ها تقد المظاهرات عندكم المظاهرات مثلا نعم هذه كلها عندما تدخل إلى المستشفى هذه تجرى عمليات أو فحوصات أو كذا على حساب المستشفى تجرى من قبل ملاكات
هاي الملاكات إما إحنا ندفع راتبها وإما الطبيب ندفع له إحنا. صح. بس إحنا ما نستوفي من المريض. ها سر مجانا. فصير من جيبنا شيء ما يدخل بالجيب بس إحنا ندفع من الجيب الثاني. صح. يعني إحنا عفوا يعني من ناحية الإنسانية هي ربح لكن من ناحية المادية خسارة. أحسنت. فإحنا ما نعتبرها خسارة لأن هي إنقاذ الأرواح هو المهم عندنا. هو الربح. هو الربح. فالجزء الثاني شنو؟ الجزء الثاني لا هذا الكبير، هذا تقريبا ما بين 7 إلى 8 مليار من منذ افتتاح المستشفى لحد الآن. هذا الأمان العام. هذا الرقم شنو يعني مبالغ شنو؟ مبالغ المساعدات الطبية للناس اللي هي تتولاها الأمان ساعدته العام. ساعدته 8 مليار دينار. بلي بلي. إذبان هجمة داعش الإرهابية ما يقرب من 20,000 جريح. زين هذه كلها تحملتها الأمان العام العتبة العباسية المقدسة. ولحد الآن ولحد اللحظة اللي أنا وياك جالسين بيها تجي مساعدات من العتبة على شكل نسب تخفيض. مثلا العملية 1,000,000 نجد هامش أكرم من سماحة السيد المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة السيد صافي مثلا 30% أو 50%. يعني هاي 30% هو مو حقيقة تخفيض، هو كل ما في الأمر أنه المستشفى أو العتبة تدفع 30%. إحنا نأخذ فلوسنا، فلوسكم كاملة، احنا تجينا هاي 30%. فمثلا اذا مكتوب 30% يعني المريض دفع 70% فقط، 30 تجينا. اي تجينا لانه اذا احنا ندفع مكان المريض المستشفى ما عاد قدره. بالضبط الاطباء شلون يدفع رواتبهم؟ فهذه خلال 5 سنوات منذ الافتتاح لحد الان وصلت الى 7 مليار او 8 مليار. انا ما ضابط الرقم يعني فاجأتني به ولا اجيب لك يعني. فهذه هي المقدار اللي فمساعدات عظيمة بعض الناس ما يدرون بها. هاي أرقام حقيقة صعبة يعني. ما يدرون بها واضح. شوف أنا يعني في ثواني جاني أحد الشيبة وقر دشداشته وكذا طرح علي هاي قضية رعايتكم للناس وتخفيضه ما أدري شلون، خليته يتكلم براحته حتى يعطيني فرصة أنا أرد عليه. أنا عادة أقف في الاستقبال ما أروح إلى مكتبي لأن الناس يحتاجون والأخوة ما يقصرون بس بعض الأحيان صلاحيات ما عندهم. فخليته يكمل إلى أن بعدين أنا رديت عليه. من بديت أرد عليه بالأرقام أول شيء سواه قعد بالكرسي اللي أنا واقف وعدي كرسي، فقعد بالكرسي مالتي أول ما تحمل قعد بالكرسي. بعد ما كملت قام يبكي قال أنا أعتذر. حقائق صادمة. قال أنا أعتذر لشيء واحد أنه أنا في قلبي أتهمكم وأنا ما أدري. أنا ما أدري. قلت له إحنا نحكي بس حقيقة أكو جهات ما تريد هذا الحكي مالتنا يطلع لكم ظاهر هالشكل. بلي. أكو عليكم حرب. زين في جائحة كورونا أنتوا عندكم كانت مساهمات؟ بلي. شوف إحنا المساهمات مالتنا موسم الأربعين أيضا. بلي. مساهمات مالتنا على شكلين، هم شكل غير مهم وشكل مهم. الشكل الغير مهم هو هاي الكلفة اللي صعدت أيام كورونا، الكمامات اللي هي بدولارين صارت ب$20. نعم. احنا لازم نوفرها ونشتريها. توفروها للاطباء وللمرضى لكل ماكو مريض يدخل ومراجع يدخل اذا ما ياخذ كمامه، ماكو مراجع يدخل اذا ما يحطوا له بديه جل ما معقم. وهذا كله كلفه علينا ما كانت موجوده سابقا. صح. هاي كلها تحملناها احنا. زين هذه اشياء بسيطه. مثلا هاي اللباسات اللي لبسوها الملاكات الطبيه والتمريضية وقاية من الفيروس هذه غالية، هذه $4 $3 لكل واحد. زين انت عندك 600 موظف هسه استخدام واحد يلفها ويذبها بالش اسمه وتروح للمحرقة. انا ما اقول كل المنتسبين، اكو منتسبين خاصين، بس هاي مع الايام هاي تجمع كلفة. هذه ما كانت قبل كورونا موجودة، هاي كلها تحملناها. بس هذه بسيطة. الوقت ضاق عندنا نستعجل. المهم وين؟ نعم. المهم اللي الردهات مالت الحياة اللي انبنت في مع مستشفيات الدولة. زين وعندنا ردهتين في مستشفى الحسيني يعني وعندنا واحدة في الهندية. ساهمتوا في من خلال العتبة العباسية، العتبة العباسية بنت 7 ردهات، انتوا عندكم كم ردة سويتوا؟ احنا عن طريق مستشفى الكبير 3. يعني مولتوا 3 بناء. احسنتم. بناء وتجهيز. بناء وتجهيز مواد وغراض. زين في موسم الأربعين شنو شغلكم؟ ها هذا هم شغلين. نعم. شغل خاص بينا كمستشفى اللي هي المفارز الطبية، وعندنا 3 مفارز طبية ومجهزة بالملاكات والأجهزة اللي نطلعها من المستشفى. نعم. لأنه المستشفى وقت الأربعين يخف شغلها يقل. ها في سر المستشفى متنقل قصدك. أحسنت. فنطلع ملاكاتنا لخدمة الزوار. زين. والأجهزة والمواد الطبية والأدوية ها هاي
احنا مجانا وانت بالي مجانا واحنا من عندنا من المستشفى. هذا جزء اول. اي الجزء الثاني لا، الجزء الثاني مستشفى الكفيل وبامتياز عنصر اساسي من ضمن الخطه مال دائره صحه كربلاء. أه. اي طبعا في استقبال حالات الشفاء والمرضى والعنايات اللي عندنا احنا. واحده من الاشياء اللي انا العفو نتيجه الكلام السريع انساها، مستشفى الكفيل تتميز بكونها تتوفر على ارقى عناية مشددة بالعراق. اها طبعا هذا شيء مهم. يعني معناته بالازمات لا سمح الله لو يصير شيء بال40 او غير ال40 انتم مهيئين. بل بالعكس دائرة الصحة لا تكلف مستشفى الكفيل الا عن طريق العنايات، تطلب من عندها العنايات وصالات العمليات. اذا يعني انتم الان يعني في موسم ال40 تؤدون هدفين. سنت دكتور جاسم إبراهيمي، حقيقة الحديث ممتع ومفاجآت كثيرة في اللقاء. أنا هواي أشكرك وجزاكم الله خير. خدمتك إن شاء الله. يعني نتمنى هاي المعلومات تصل للجميع. عزيزي المشاهدين، نختم هذا اللقاء بتمنياتنا بالاستفادة مما ورد في هذا اللقاء، وانتظاركم لحلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.